والسلام على أتم أحمد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أتوجه جواب الشكر للجلسين للجنان التي صارت على تنظيم هذا الملتقى العلمي الهادف وعلى رأس المستثمر الجليل السي إبراهيم بومبوني. إبراهيم بومبوني نعم السيد الملك الثاني وباقي الأسئلة الكرام وإخوان الطلبة. حقا السؤال ديالي كان متعود موجه إلى المنطق الشرعي لكن كنت له التزاما فمنتحب. عموما ما أريد أن ألفت الانتباه إليه هو أن التنحيق الشرعي يختلف لوديت بفاصل إلى تختلف على المطالبة التفتيشية ولا لابخوش أنسبكتريس اللي يفرق بين هذه المطالبتين أن لوديت تهدف إلى رفع الكفاءة أمليوري لا بيرفورمانس ألوغ كو هذيك لابخوش ديال التفتيش تهدف إلى رصد مكامن الخلل من أجل العقاب من أجل يعني المعاقب ديتكتيف زانوماري بور سانكسيون. وبغيت فقط أن أفتح آفاقا للبحث مستقبلا. إن الأستاذ مجبور أثار نقطة مهمة في الصباح حيث أشار إلى يعني بدء العمل واختفاء ما من المسائل النظرية. فهذه المالية الإسلامية الآن أصبح الكل يتحدث عن المالية الإسلامية وعن المحدثة المالية بشكل أخص في المالية الإسلامية. هناك بعد بها لاصقة ديمتي أنريستي معها اللي خص حتى هما ينالوا الاهتمام ديال الباحثين عندما كنلقى مثلا التدقيق الشرعي اللي هو الآن أصبح يعني كاين في الممارسة اليومية وأم لازم الضرورة. لكن هناك أيضا بعد الجوانب المهمة التي يجب أن يهتم بها الباحث في المستقبل خاصة مثلا إذا تحدثنا مثلا عن تدبير الموارد البشرية. فلن نجد كل المدارس التي تحدثت عن تدبير الموارد البشرية هي مدارس غربية نظرا لأن الإنتاج والتصنيع وهذا ظهر عند الأغلب. لكن حاليا في ظل الوجود ديال المالية الإسلامية يجب على الباحث كذلك في كلية الشريعة أن يهتم بهذه الجوانب. إننا لا نجد مدرسة أو تتبنى الفكر الإسلامي في تدبير الموارد البشرية. هناك أبراج تعتمد على الشريعة الإسلامية فكذلك تدبير الموارد البشرية داخل هذه المؤسسة البنكية يجب أن يراعي الشريعة الإسلامية. وتحدث السيد المدقق الشرعي على التدقيق الشرعي خص يكون حتى لوديت سوسيال للتدقيق الاجتماعي واللي كيراعي كذلك الشريعة الإسلامية. إن العاملين داخل المؤسسات البنكية يجب أن ننتقل من تلك النظرة التي استمديناها من المدارس الغربية لا تيوري إكس ديال غريبور وجزم الناصي ديال الموارد البشرية التي نوعا ما أعطت الأهمية للعنصر البشري داخل المؤسسة أو داخل المحاولة بشكل عام. فالأبراج الإسلامية يجب أن تستمد في تدبيرها وفي علاقتها مع موظفها أن يطور الباحثون الأكاديميون طرق تدبير الموارد البشرية تستمد أساسها من الشريعة الإسلامية كيف لا وأن الله سبحانه وتعالى ينص على أن الإنسان يعني خليفة في الأرض وأن الإنسان مكرم. إذا يجب أن نهتم بهذه الجوانب حتى يعني تسهيل الأبراج التشاركية في اتجاه على مختلف الأصعدة. صحيح الهندسة المالية هي صلب الموضوع ديال المالية الإسلامية لكن باقي المهن المرافقة يجب أيضا أن تنال اهتمامها وحدها المهنة. شكرا لكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للجنة المنظمة والأساتذة المبتدئون والمفتي البنك الشرقي والشخصية المدير. عندي جوج ديال الأسئلة. السؤال الأول في حالة الوفاة إذا توفي هذا الذي اشتغل يعني العقار من البنك ماذا يفعل البنك؟ طبعا يعني لم يستوفي البنك لله في ماذا يفعل البنك؟ يعني هل يكون مثل جميع الدائنين أم يبيع العقار أم ماذا يفعل؟ السؤال آخر قلتم إن البيت يكون مرهون مرهون عند البنك صحيح يعني هذا. فإذا كان هذا البيت مرهون في ماذا مرهون؟ طبعا مرهون في مبلغ البيت دفعته. فهذا يعني هذا في الحقيقة اسمح لي قبل ما تكمل الرهن ديال البنكة ماشي هو الرهن في الفقه
باش نخلط الرهن في البنكة ماشي هو الرهن في الثقل اللي عندكم واللي تدرسوه نتوما راه ماشي هو. واخا كيفاش راه في البنكة باش نقدر معاك انا نجاوبك ديك الشيء باش ما ندخلش معاك ديك الشيء تبارك الله نتوما راكم عندكم الدرايه ومعرفه بالنظري لان الرهن انا نجاوبك اسمح لي قطعتك نجاوبك على السؤال ديالك لان راني فهمته. بالنسبه للسؤال اللي راني جاوبت عليه ونجاوبك عليه مره اخرى هنا قلنا في حاله الوفاه راه حنا خدينا الرهن راه انا دخل في هذا السؤال ديالك بجوج هنايا جوج الاسئله خدينا في حاله الوفاه غياب تامين التكافل. دابا تيجي عندنا الزبون راه تيسني معنا واحد الوثيقه بان النهار راه على علم دابا راه تياخذ معنا مرابحه وراه على علم وعلى درايه في حاله الوفاه راه ما كاينش تامين تكافلي وبان الورثه اللي ياخذوا ان شاء الله داك لو بيان راه خصهم هما ولاد العقار راه خصهم اما يبقاو يخلصوا البنك ويكمل معاهم ولا يبيعوه هما باش ما يضيعوش في داك الشيء داك العقار ويخلصوا البنك. ديك الساعه حنا في دار الامان تنهضر على لوكا ديال دار الامان تندرسوا الحاله ديالهم ونقدروا نتنازلوا 100% على هامش الربح ديالنا. ما تبقى اذا البنك على ما تبقى في هامش الربح البنك انا لا يتدخل في العقار لا تندخلوا في العقار في حاله المنازعات. لا يتدخل بطريقه التعامل مثلا اذا اراد الورثه ان يبيعوا لا 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 اخبار تيخبروا البنك تيخبروا البنك تيجيو عندنا تنستقبلوهم حنا الحمد لله في الابناء التشاركيه كاملين مازال ما طاحش هذه الحاله نتمنى الله يبقى الامور هكذا حتى يخرج التامين التكافلي ما نبغيو حنا لا الخساره لا للبنك التشاركي ولا للزبون بجوج. الخساره تولي لواحد لماذا؟ لان المال ديال البنك التشاركي انا عارف الربح والخساره المال ديال الاشخاص وهذا العام بدا هو لا الحمد لله حتى حنا دابا راه حنا داخلين مع الناس بالربح والخساره لان الناس يقولوا لنا واحد الحاجه تيقولوا لنا الربح والخساره البنكه شنو غتخسر خصكم تعرفوا واحد الحاجه راه كاين واحد العلاقه معقده شنو هي في البنك التشاركي فاش هضرنا على واحد الاحادي قلنا البنكه راه ما تخسر والو الزبون تيعطيها هامش الجديه وفي حال التراجع ديالو تيخسر شي واخا بالرغم ان هامش الجديه يقدر داك العقار ما يسوالناش داك الثمن باش شراه هو النهار الاول ياك وما نقبطوش حتى الفلوس ديالنا اللي خلص اللي باش شرينا العقار ما نسترجعوش داك الثمن الكل اللي باش شريناه هذه وحده. ثاني حاجه شنو غادي ياثر على منه العقار مثلا شريناه ب 80 مليون خسرنا مصاريف الاقتناء 49000 درهم السيد عطانا هامش الجديه هو 49000 درهم حنا العقار ثمن الاقتناء تيولي هو 849000 درهم حيت هذا ثمن العقار وهذا كلفة الاقتناء وبالتالي هادو بجوج بهم تيعطيونا ثمن الاقتناء ناخذوا هاد لوك هاد الحالة ياك في حالة اللي قلتي الوفاة ولا لا ما خلصناش جوج حوايج هاد 80 مليون هاد الدار هادي اللي شريتيها راك عارف شحال ديال الطوموبيل ولا دار الطوموبيل الا خرجتيها من لا ميزون دابا راه ما تسواكش الثمن قصاص سير بلاص الدار فاش تشريها من عند بروموتور ولا تنقولوا شنو تنقولوا البروموتور المنعش العقاري تشريها ب 80 مليون خلصنا المصاريف الا بغيتي تبيعها راه ولات بحال اللي دوزيام ولات قديمه الدار ياك هي من بعد 3 شهور 4 شهور حنا ناخذوا المده تصور هاد الدار غادي تجينا تجيب لنا 70 مليون ياك شو البنك راه شو شحال قبض شو شحال خسر هنا حيت تراجع تراجع الزبون ياك ولكن العلاقه اللي هنا واحد الاشكال واحد اخر تنقولوا للناس البيع بالمزايده كيفاش لا نقدروا نبيعوا حبيا حبيا نقولوا اما المزايده راه تجيب قلمناش نوصلوا لواحد الحاجه اخرى الناس دابا شنو تنقولوا لهم خرجوا له داعي استثماريه ياك جا عندنا استاذ قال لنا استثمروا لي هاد 100 مليون استثمرناها في المرابحة العقار حنا من العام الاول خسرنا حتى هو راه تيتحمل معانا شو العلاقة اللي كاينة عاوتاني هذه مضاربة طبعا لا تنعطيك زعما الفكرة ديال الإشكال فين تيوصلك زعما راه كلشي تيخسر الزبون البنك علاش تنعملوا به البنك التشاركي راه هو المبدأ ديالو مبدأ الغون موبيل غون راك عارف الربح والخسارة عادي تنعطيك زعما شنو العلاقة شو كيفاش تطور
انت بالنسبه لي الكتوفة شوفي تطورات العلاقه واحد النقطه اخرى قضيه واش يمكن تاخذوا ضمانات اخرى زين بالنسبه خصوصا عندما الانسان يكون ماشي موظف واش تقدروا تاخذوا كفيل كاين هذا النظام ديال كاين كاين وعندكم شي عقود عقدتوها بهذه الطريقه هذه ديال اخذتم من الامر يعني شراء كفيل مثلا في حالة إذا عجز عن الأداء تنتقلون تناخذوا أدابة في الحالة ديال الزوج والزوجة واحد تيكفل الآخر تيجيبوا بجوج بهم تيشريوا عقار تيديروا 50% 50% ولكن واحد تيكفل الآخر في ذاك 50% في حالة الوفاة راه هو يسدد اللي بقى في غياب التأمين التكافلي والكفالة تتسقط إن فوا يخرج التأمين التكافلي ما بقاوش يديروا لهم الكفالة ديك الساعة توفى تتسقط ديك النسبة ديال 50% ديال اللي توفى المتوفي وهذا النظام ديال تدبير الأموال اسمح لي الاستاتيستيين الجزاء نظام تدبير الأموال المكتسبة في فترة الزوجية واش كتنصوا عليه في العقد راه تنص عليه الموثق راه بان كاين عقد ما بين الزوج والزوجه راه كاينه كاينه في واحد ما كانش ما كتيرولهاش لا هو تيشير لها الموثق تيشير لها تيشير لها في ذاك العقد الثاني هو مكتوب هنا نوريها لك في الارتيكل الاول متزوج حسب الطريقه الاسلاميه هذا وتيرجع بالسيده الفلان الفلاني تيرجع راه بيناتهم مش عقد ولا بيناتهم عقد تيشير لها مباشره بالنسبه للرهن الرهن البنكي هي حنا باش نضمنوا بحال لا كارت كريس ديال لا فواتور السياره دابا تصور قسنا لينا لك السياره ياك وبعناها لك بالمرابحه وخرجتي بها ومشيتي بعتيها علاش نديرو كارت كريس باري فيها رهن باش ما يسمحلكش انك ما يمكنلكش تمشي تبيعها بلا خبر البنك لا ميم شوز في العقار هذا هو الرهن في البنكه ماشي هو الرهن اللي عندكم انتم اللي تتعرفوا اللي هو ما كاينش هذا اخرى استاذ عبيبو لا ماشي نفسه ماشي نفسه هو الاصل فيه هو ضمان عندي نظره وهذا هو ضمان لا لا الرهن ديالكم بوحده لا راه كاين شي واحد فيه اراء نعم فيه اراء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أولا أشكر السادة الأساتذة الذين عالجوا موضوع المرابحة سواء من جانبه التقني أو من جانبه يعني النظري أنا سؤالي تقني موجه للسيد مدير الوكالة البنكية وهو متعلق بهامش الجدية مثلا ملي كيمشي مثلا الإنسان أنه باغي يشري واحد السيارة مثلا كي واش كيتعتبر ملي كيقول له مثلا شحال غتسبق واش ذاك التسبيق يعتبر هو هامش الجدية وإذا كان يعتبر هو هامش الجدية ففي الأصل أن هامش الجدية يرد يعني المقتني السيارة والسؤال الثاني بما أن يعني البنك كي يعني كي الضمانة ديالو هو مثلا بالنسبة للموظف هو ذاك الصالير اللي كيجيه فعلاش البنك مثلا التشاركي ما يمكنش يشري مثلا سيارة مستعملة يعني في آخر المطاف هو كيشريها وكيبيعها ما عندوش هادو هما جوج أسئلة تقنية مرحبا بالنسبه لهامش الجديه حنا سبقنا اشتغلنا له الهامش الجديه واش هو التصبيق شنو تنديروا حنا حنا قلنا لا بريبار ديال الناس دابا اللي تيجيو الابناق التشاركيه الاغلبيه ديالهم 90% ديال الموظفين موظف ولا مستاجر بحالي ولا سالاري ولا اي واحد تتلقى حنا ما دايرينش واحد ليبار جميعا واحد الفلوس ولا شي حاجه عندك واحد الاجره تتعيش بها عندك المصاريف عندك شحال من حاجه لهذا ما تنصعبوش حنا الامور تيجي عندنا الزبون تيقول لنا راه بغيت نشري سياره واللي بحال ناخذ لوكا ديالك تنقول له غتعطي واحد المبلغ ديال التسبيق الا عنده الفلوس يعطينا المبلغ ديال التسبيق ويعطينا هامش الجديه حيت التسبيق بوحده وهامش الجديه بوحده من بعد ما نقتنيو السياره ملي يجيو نبيعوا راه ردوا لك هامش الجديه تنشوف الحاله الناس اللي ما عندوش تسبيق وحنا خصو يعطينا التسبيق في السياره مثلا ما بغيناش نمولوا له 100% تنطلبوا لك هامش الجديه تنمشيو نقتنيو السياره وتنقولوا لك هذه السياره تتسوى 10 المليون حنا نقدروا نمولوا لك 7 المليون داك 3 المليون اللي عطيتينا هامش الجديه واش بغي نحولوها للتسبيق تتوقعنا عليها خصك توقعنا واحد الوثيقه ونحولوها للتسبيق اما اللي عندك الفلوس ديال التسبيق بوحدها وعندك هامش الجديه بوحدها ملي تتم العمليه الاقتناع تنرجع لك الحساب ديالك تترجع لك ديك العمليه لان عندنا واحد السيرفيس كونطابل كونطابلومون في السيستيم ديالنا راه هو تيمشي حتى هو مع المطابقه للشريعه واخا هادو دي زيكريتور ما تيبانولكش وما تيبانولناش حنا ولكن تيبانو لنا دي جو ديكريتور في لو كونت ديالك تهزو مشى للهامش الجديه رجع لك للكونت ديالك مشى عاود للتسبيق ودخل عاد لابونك
هاد العمليه ترى تيبانوا يعني تنديروا فواحد لو كونط انترن. علاش حنا تنخافوا نديروا نخليهم في الحساب ديالك ويجي شي زابون ويتيريهم مثلا يمشي وكاله اخرى بلا خبرنا ويتيريهم. تنديرهم في واحد الحساب ديالك خاص ما لناش حق نستعملوه لا حنا لا الزبون، ولكن انت ما عارفوش علاش ما يمكنلكش تهز منه ما يمكنلكش تهز منه. بالنسبه للسؤال الثاني، السيارة مستعمله. السياره مستعمله، احنا في دار الامان، هي دار الامان. احنا عندنا مشروع قريب ان شاء الله بحول الله غتكون هي ثلاثه السنوات السيارات المستعمله. احنا ما نقدروش نشريوهم عند الشخص ذاتي البنكة. احنا عندنا كاينه واحد الشركه شفنا معاها في الدار البيضاء تتشري 3000 4000 سيارة تكون عندها مستعملة تتشريهم الشركات اللي تيكون مثلا مدير الشركة عنده السيارة دوزت عنده عامين ثلاث سنين من حتى البنكة. بحال دابا حنا الوكالة ديال البنكة ديالنا تسمت عندها 400 سيارة البنكة مثلا، عطيناهم المديرين ديال لي زاجونس مثلا ديال الوكالات تدوز عامين ثلاث سنين تيرجعوهم تيوصلوا 100000 كيلومتر تيرجعوهم وتيخرجوا لهم وحده جديده تبيعهم ديك اي ال دي سميتها اي ال دي. حنا غادي نديروا معاهم شراكه الا بغى الزبون ديك الشيء عندهم حتى في الانترنيت بلونسيينو في لو سيت ديالهم نقدروا نديروا التمويل بحقي على ثلاثه السنوات ان شاء الله بحول الله. تفضل القضية اللي تكلمت عليها في البداية قلت أن دابا غالبا كطرح القضية ديال النافذة التشاركية مثلا الشركة العامة، وأحد الإشكاليات اللي كطرح هو أن أول بوليسي الأموال لا تختلط. وحنا السؤال اللي عندنا غالبا كطرح بالتفاصيل يقول لك أن التخطيط كيوقع على بنك المغرب بعد السنة الرئيسية كطرح بنك المغرب، بمعنى إلى هذه الشركة والنافذة كيفاش أن الأموال لا تختلط مع الشركة الأم هي غير نافذة منها. حس اللي كان تينص عليه بنك المغرب ومجلس الاعلى العلمي هو الفصل ما بين البنك التقليدي والبنك التشاركي. حنا خدينا راس المال، عندنا راس المال ديالنا مستقل ديال دار الامان وخديناه من البنكه ديالنا. خديناه منين؟ خسر فهاد الحاجه راه البنك التقليدي راه ماشي 100% غير مطابق للشريعه، راه جميع المنتوجات اللي عنده راه تما مشينا دخلنا معاهم في الديتاي راه بزاف د المنتوجات تيسوقوها تيربحوا عليها العموله، تيعطوك بطاقه تيشريها من عند واحد الشركه بطاقه بنكيه وتبيعها لك مقابل واحد العموله، تيشريها مثلا ب 100 درهم ويبيعها لك ب 150 درهم. انا راه كاين المطابقه للشريعه في البنك التقليدي في هذه العموله، فين ما كايناش؟ كايناش بالقرض بالفائده. حنا شنو درنا في لو بوست ديال البنك؟ في البوست كاين عندنا ديك العمولات اللي تياخذوا، خدينا منهم 200 مليون ديال الدرهم من العمولات، هما اللي كانوا راس المال داكور. وندخلوا نقدروا كاع ندخلوا في الديتاي، راك عارفين انتم ديال الايرت ديال المال لا ينتقل الى ذمته بلا ما. المهم انتم في الجانب النظري راك تعرفوا هذا الشيء تبارك الله عليكم. والتعامل مع، اسمح لي بحاجه اخرى، التعامل مع غير الاجنبي راه يجوز، مع غير المسلم ولا مع الاجنبي ولا راه يجوز. تفضل. ما تسمعوكش بزاف لا جات على خاطرك. المنشور الوطني للمغرب نص انه بمجرد يعني ابرام العقد يتملك الزبون الملكيه، يعني يتملك ملكيه حقيقيه. وهذا يعني يستدعي انه يتملك الملكيه حقيقيه يستدعي تفويض يعني هذه السلعه الى شخص اما ببيع او هبه او شيء اخر. يعني الا يلزم البنك التشاركي هذا الزبون بمجرد بيع ان يؤدي الثمن كاملا مع الشركه ام لا؟ هذا سؤال. ثم من جهه اخرى بالنسبه للضمانات قلتم بان الرهن في البنك التشاركي او في البنوك بصفه عامه ليس هو الرهن المعروف في الفقه الاسلامي. هذا من جهه ربما والله اعلم ارى فيه خلط ان الرهن معروف ان الرهن الحيازي والرهن الرسمي. بالنسبه ذكرتم بان ربما البنك يوظف الرهن الرسمي بالضبط انه اقل يعني حقيق هو اله من اله تقليل المخاطر. والرهن الرسمي وان لم يتحدث عنه الفقهاء اقدموا الى ان بعض الملاهي كالطائرين مثلا تحدثوا عن الرهن الرسمي. ثم هناك عن الفقهاء المعاصرين الان اجازوا يعني هذا الرهن الرسمي وهو يدرس عندنا في كليه الشريعه لا شك في هذا. هو ما هو الا اليه تقليل المخاطر. ثم سؤال بالنسبه للضمانات، يعني نص كذلك منشور المغرب بانه يمكن ان يوظف البنك مجموعه من الضمانات كالرهن والكفاله وغير ذلك كما نص. يعني ما هي الضمانات المستعمله الان في البنوك التشاركيه؟ وشكرا. اسمح لي السؤال الاول نرجع للسؤال الاول شنو راح تعطيني ثلاثه الاسئله الله يخليك. السؤال الاول هو ان الزبون بمجرد ابرام العقد
اقصد طبعا انه يتملك على ما يتملك السلعه تملكا حقيقيا وهو يعني يؤدي الثمن باقصى ثم هذا السبب يريد ان يبيع هذه السلعه بمجرد يعني بمجرد بيعها الا يلزم من التشاركي هذا الزبون أن يؤدي الثمن كاملا وحشانا. صحيح، راك سولتينا وجاوبتي، هذا الشيء هو اللي كاين. دابا الجواب ديالك سولتينا سؤال، الجواب ديالك راه خصك تخلص الثمن الكلي، راه هو اللي كاين في العقد. و... أنا ليس في العقد، بأن اشترطنا أن نؤدي الثمن لمدة 15 سنة مثلا، وأنا بعت هذا الشيء، وأنا مالك يعني مالك للسلعة لكامل التصرف فيها. أليس هذا إخلال من التزام العقد أنا؟ إذن هذا أراه بهذا الحال في اي وقت وقت ما تجمع بهذا الحال اللي كتكلم عليها هذه المثال هذا يمكن لك ان تاخذ المبلغ من الشخص دون ان توقع معه العقد لانه لا يمكنك ان توقع العقد حتى ترفع الرهن وهادشي اسمح لي قطعتك هذه العمليه تتكلف بها الموثق يقدر يديرها مع الموثق ويعلموا البنك كتابه وتنجبهم شكرا استاذ على شكرا استاذ رجل مداخله الله يجزيك بخير اخر مداخله اخر مداخله اخر مداخله شكرا على السؤال حنا دابا سمحوا لنا اللي كاينين دابا اللي عندنا العقود اللي كاينه والمنتوجات اللي كاينه عندنا هي المرابحه بالنسبه للسلام بالنسبه للمشاركه بالنسبه لشحال من حاجه هذوك ان شاء الله خصنا الموافقه والمصادقه ديال المجلس الاعلى عليهم وبنك المغرب وان شاء الله نسوقهم نقدروا نتكلموا فيهم ديك الساعه ان شاء الله اما دابا ما عندناش مازال ما كاينش في جميع الابناق التشاركيه كاين هي المرابحه شنو هي؟ لا 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 شوف عندنا واحد لافونتاج في الابناق التشاركيه اللي ما كاين في الابناق التقليديه تيخرج شي منتوج للوجود والمصادقه عليه في نفس الدقيقه في نفس النهار لجميع الابناق التشاركية. شكرا. هذا ايجابي بالنسبة لنا. شكرا السيدة الأساتذة شكرا السيدة الشعبة سيدنا العميد. شكرا للجميع.